وحول تأثير قرار البرلمان الأوروبي غير المألوف في علاقات المغرب بالاتحاد الأوروبي، نتابع توضيحات الباحث في العلاقات الدولية هشام معتطد الذي كان معنا وكان ضيفا في برنامج المشهد السياسي. هناك فئة قليلة ذات الفكر الاستعماري والاستقصائي والتي تخدم أجندات خارجية ترى في تقوية وتعدد الشراكات الاستراتيجية للمغرب وتقويتها تهديدا صريحا مباشرا لمصالحها. وأعتقد أن الأوساط المنزعجة في أوروبا بالتحولات والتطورات التي يشهدها المغرب عبر العديد من التطورات التي يشهدها في المنطقة، خاصة فيما يخص التحولات الجيوستراتيجية التي تشهدها المنطقة، هي غير قادرة على مسيرتها، وبالتالي لا تريد للمغرب أن يخرج عن رادارها السياسي، وهذا ما يزعج هذه القليلة التي تريد استعمال المؤسسات الأوروبية لكي تؤثر على هذه العلاقات وتؤثر على الدور المغربي في محيطه الإقليمي. وبالتالي فهذه الفئة المزعجة من دور المغرب الإقليمي متخوفة من الوزن السياسي الذي بصدده بنائه المغرب منذ مدة كما أشار إليه الأستاذ في المنطقة، وبالتالي خلق توازنات إقليمية وقارية جديدة تقلص الدور المحوري لهذه الفئة في المنطقة، وبالتالي تأثيرها في الأوساط في المنطقة. ولذلك فهي ستسعى جاهدة من خلال ومن داخل هذه المؤسسات، ورأينا أنها تتحرك بالفعل عبر العديد من المؤسسات، ونجحت من خلال البرلمان الأوروبي في تمرير رؤيها أو بالضغط على نوابها لتمرير هذا القرار.